السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة إزاي تكون أفضل مربي حمام. هتكون بالحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي تكون من أفضل مربين الحمام. كنا عملنا فيديو قبل كده اسمه خلي الزغلول نص كيلو بالطريقة دي، فجاه سؤال في التعليقات، كان شاف طبعا احد المتابعين القناة شاف الزغاليل، فقال لي في تعليق ان هو الحمام بتاعه بيبعت لي الشكوى دي، بيقول فيها بالله عليك ترد عليا، ما دام انت عندك فكرة عن الحمام يا ريت تعرفني، عندي حمام بيفضل فترة كبيرة على ما يبيض، بمعنى انه بين فترة البيض والتانية ممكن 4 شهور، واذا باضت بيضتين يفقس بيضة واحدة، كل حمامي بهذا الوضع، ارجوك اعمل ايه؟ طيب انا برد عليه واقول له، يعني انا رديت عليه طبعا في التعليق اللي هو جاوبت عليه 8 اجابات، 8 ردود. حضرتك قد ايه 8 ردود؟ كلهم كل رد مرفق معاه فيديو، رابط لفيديو يشوفه، لان كل حاجة من اللي احنا قلناها عملنا عليها فيديوهات. طيب دلوقتي احنا معانا 12 اجابة، هنرد 12 اجابة، مش عليه هو بس، وعلى اي حد عايز يزود الانتاج وازاي تكون مربي حمام ناجح، لان الاصل في التربية ان انت تكون حمامك بينتج زغاليل. ليه يعني انت مربي، ايه الفايدة من التربية اذا ما كنتش بتنتج زغاليل؟ هنشوف ازاي. هنقول ال 12 نقطة على السريع ونرجع نقولهم واحدة واحدة بالتفصيل، علشان الناس اللي ما بتحبش الفيديوهات الطويلة يبقى عارف النقاط، لو عايز ياخد التفاصيل يستنى نرجع نقول التفاصيل تاني، نقولهم بشكل موجز بسرعة. رقم 1 اختيار الذكر والانثى والتأكد منهما، يعني تأكد ان انت مربي ذكر وانتايا، كل الحمام ذكر وانتايا، ما يكونش فيهم ذكرين متجوزين بعض ولا انتيتين متجوزين بعض، يعني طبعا بيحصل. طيب 2 التغذية السليمة، التغذية السليمة للحمام، تختار الاكل ازاي، نقول برضو بالتفصيل. 3 قص حجر الحمام، هتقص حجر الحمام، عملنا كل ده في فيديوهات سابقة. 4 التحديق، وصفة التحديق. 5 علاج الحمام من الديدان، 5 ده علاج الحمام من الديدان برضو عملناه. 6 السيلينيوم. 7 حمام خالي من الحشرات، يعني لازم الحمام ما يكونش فيه حشرات. الذكور الزيادة، الذكور ما يكونش عندك ذكورة زيادة، تأكد ان مفيش ذكورة زيادة، ده كل دي مشاكل. 9 علاج الامراض مبكرا خاصة السلمونيلا، دي من الحاجات اللي بتأثر على الانتاج. طيب 10 فرز البيض في اليوم السابع واستبعاد البيض الفارغ وضم البيض المخصب، يعني متسيبش برضو واحدة نايمة على بيضة واحدة. متابعة الزغاليل منذ الفاكس، واطعام الضعيف منها حتى يلحق باخيه، عملنا كل الحاجات دي. 12 اعطاء فلاجيل في اليوم الثامن من عمر الزغلول حتى اليوم العاشر، ده بيفرق كتير جدا في حجم الزغلول، بناتي نص سنتي. هنقول بقى من البداية واحدة واحدة، خلاص كده اللي عايز يخرج من الفيديو وعرف، واللي عايز يستنى معانا يستنى يعرف، احنا قلنا الموجز، اللي عايز يعرف تفاصيل يستنى معانا. طيب هنقول من البداية بقى بالتفصيل، اختيار الذكر والانثى، يعني يختار الذكر والنتاية بطريقة صحيحة، لو هو مش عارف ان ده ذكر وانتهى ومش متأكد يشوف حد يشوف له الذكر والنتاية، عشان ما يكونش مربي ذكرين مع بعض وشريهم على انهم ذكر وانتهى ويطلعوا ذكرين وقاعد يستناهم يبيضوا، طبعا مش هيبيضوا، او اشترى نتايتين على انهم ذكر وانتهى ويبيضوا بس هيطلعوا البيض فارغ، وممكن يتجوزوا بعض ويناموا الاثنين مع بعض، وحد يقول لك انا حمامي بيبيض 4 بيضات وهم انتيتين، يبقى كده خلصنا من نقطة 1. 2 التغذية السليمة للحمام، نروح على التغذية السليمة ونشوف، انا نوريكم زي ما قلنا الخلطة بتاعت الحمام. الخلطة بتاعت الحمام لو بصينا فيها عن قرب هنلاقي فيها، نعد كده المكونات،
لو اكلتهم صنف واحد مش هتاخد منهم انتاج. طيب نبدأ بالدرة، الدرة الحمام ودرة اصفر تمام، وغلة اللي هو القمح وفول وبسلة، واحيانا في ناس بتحط عليها حلبة او بتحط عليها علف الدجاج البياض، بيبقى بنسبة قليلة علف البياض مش اي علف تاني. يبقى كده احنا قلنا الخلطة، ما تأكلهمش دورة واحد بس وتقول ايه ان هم انا بأكلهم وبشبعهم، لا مش هيبيضوا. طيب شوف ايه اللي بعد كده، يبقى بعد التغذية السليمة قص حجر الريش اللي في الحمام الذكر والنتاية. هنشوف نجيب واحدة نوري لحضرتك ازاي، زي ما قلنا هنقولهم نقطة نقطة بالتفصيل. جبنا حمامة عشان نوري لحضرتك عليها، انا معانا حمامة هنعمل ايه الريش اللي في المنطقة دي في حجر الحمامة ده اللي بنقصه، هنقصه عشان ما نضيعش وقت الفيديو ونرجع لكم ونوريكم ازاي. زي ما قصينا كده الجزء اللي هو ده علشان حجر الحمامة ده عشان ما يمنعش او يعوق عملية التزاوج، بنكشف المخرج بتاع الحمامة على قد ما نقدر كأنك بتحلق لها كده تمام. ودي احنا عاملين كل فيديو برضو عنها، كل الفيديوهات ده سيبها لكم في صندوق الوصف. وقصينا جزء من الديل حوالي 2 سنتي، قصرنا الديل شوية، ده للانتاج احنا مش بنربي للزينة يا جماعة، احنا عايزين الحمام ينتج، حمامنا ينتج، لازم ينتج يعمل كده تمام. نسيب الحمامة دي. يبقى اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده كمان اللي رقم 4 تفصيل اهو، اللي هو التحديق. نجيب التحديق بتاعنا، هنقول لكم كل الاسئلة دي بتسئل فيها كل الحاجات دي لزيادة الانتاج. هذا التحديق بتاعنا، التحديق بتاعنا خلطة التحديق زي ما بيقولهم او وصفة التحديق اهو، ده رمل ومحار، هو الاساس فيها المحار، لكن هو رمل على حصى هدد مباني على طوب كسر طوب او حجارة، على احنا نضيف عليها اضافة من عندنا اللي هو الجير. يعني الكمية دي هنحط لها كوباية الجير دي اهو، معانا كوباية الجير اهي، دي كوباية هنضيفها كده عليها ونقلبها تمام، كوباية جير مطفي، معرفش اسمه ايه في الدول العربية لكن هو عندنا في مصر اسمه جير. طيب وعليه كمان نحط حوالي معلقة ملح، ده التمليح او التحديق زي ما بيقولوا عليه. معانا ملح خشن انا بجيبه من معمل الجبنة، حوالي معلقة ملح اهو، مهم برضو جدا، بيزود حجم البيضة وبيخلي الحمام يبيض بزيادة اهو تمام. الملح مهم جدا التحديق للحمام خاصة المحبوس، لو حمامك بيطير وبيروح وبيجي في وسط الاراضي الزراعية هو مش محتاج الوصفة دي، لكن احنا بنتكلم على الحمام المحبوس اللي زي حمامنا التحديق. طيب وعلاج الحمام من الديدان اللي هي رقم 5، هنقول لكم انا بدي ايه. ده يا جماعة بندكس اللي انا بعطيه طارد للديدان الحمام، برضو هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاعه عملناه قبل كده، وفي حاجات تانية برضو عملتها للديدان، كل الروابط دي ان شاء الله سيبها لكم في صندوق الوصف. يبقى علاج الحمام من الديدان، كل الحاجات دي تمنع الحمام من الانتاج. طيب ده رقم 5، يبقى نخش اللي على رقم 6. رقم 6 اللي احنا بنعطي سيلينيوم، السيلينيوم انا بشتري السيلينيوم المستورد، عبوة زي دي ب20 جنيه بالسنتي، في ب40 سنتي ب20 جنيه النوع المستورد عشان يجيب نتيجة معاك. برضو هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف عشان الفيديو ما يطولش لان لسه بدري كده. رقم نخش على رقم 7، حمام خالي من الحشرات، عملنا برضو قبل كده استحمام الحمام عشان الوقت، استحمام الحمام بنحط له حاجة زي مبيض حشري، انا مش بحط مبيض حشري، انا بجيب لسيون، ده الانواع اللي انا بعطيها، اعطيت ده قبل كده، لكن لو ده مش موجود ايفريزين ده يبقى تجيب اوكسوميسرين
الاتنين دول بتحطهم في المية. لو الحمام عندك فيه حشرات لسه اول مرة تاتي وتحمي الحمام بالدواء ده، هتحط نص الازازة دي او دي اللي تلاقيه اسمه لسيون، هو اصلا بيستخدم لشعر بشري من صيدلية بشري، ده بيقضي على حشرات الحمام خاصة الذبابة اللي هي بتنقل الامراض. يبقى لو الحمام مفيش فيه حشرة يبقى مفيش حاجة هتعوقه، لانه اصلا بيمنع التزاوج الذكر والانثى، بيقعدوا يتهرشهم فما فيش وقت عندهم للتزوج، هم مشغولين بالهرش بسبب الحشرات. تمام، قضيت على الحمام على الحشرات الحمام. 8 زيادة الذكور. زيادة الذكور في الحمام بتعمل ايه؟ لما يكون في ذكور زيادة بتمنع اتمام عملية التزوج بين ذكر وانثى، بيهجم عليها وقت ما يكون الذكر جاي يتزوج مع الانثى بتاعه، فتلاقي الذكور الزيادة بتهجم عليه وبتسبب مشكلة البيض الفارغ، وايضا تهاجم ممكن تهاجم الحمام وتكسر البيض اللي نائي رائد على البيض، وممكن تهاجم الزغاليل الصغيرة اللي الحمام نايم لسه عليها زي كده يموتوها، ممكن يهاجمهم الزغاليل ويموتوها زي كده. يبقى زي ما قلنا زيادة الذكور بتعمل المشاكل كتير اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى رقم 9 علاج الامراض مبكرا خاصة السلمونيلا. السلمونيلا برضو بتقلل الانتاج، بتسبب مشاكل كتير السلمونيلا يا جماعة، ما تعرفش تحدد تشوف لو عندك اي اسهالات، ازاي تعرف ان الحمام مريض؟ شوف الاسهالات، في اسهال اي لون اسأل حد يعرف هيقولك. احنا طبعا بنقول الكلام ده للمبتدئين، طبعا في الناس اللي هو عارفين الكلام ده، الناس القدام. حدد نوع المرض وعالجه من مبكرا، هتلاقي الانتاج مش هيقل عند حضرتك. طيب، فرز البيض في اليوم السابع واستبعاد البيض الفارغ وضم البيض المخصب. يعني ايه؟ هتفرز بكشاف، او كنا عملنا طريقة اللي هو تصنع كشاف للبيض، تكشف تشيل البيض الفارغ. اوري لحضرتك انا عامل ازاي. انا بعد ما بفرز البيض هنشوف الحمامة دي نايمة على 3 بيضات اهو، معلش هو المكان جوه مش مبين اهو، ليه؟ لان انا لقيت بيضة ملانة وبيضة فارغة تحت حمام تاني، فعز حطيتها هنا دي البيضة معاها في نفس اليوم. وانت بتحط البيضة حطها مع نفس البيض اللي في نفس اليوم، هتعرفها ازاي حتى لو انت مش فاكر الميعاد بالعروق اللي فيها، شكل العروق يكون شبه العروق اللي في البيض اهو. كمان هنا 3 بيضات كمان اهو، انا بعمل كده على طول. طيب، يا كيت استبعاد البيض الفارغ، فرز البيض دي كانت رقم 10. يبقى 11 متابعة الزغاليل منذ الفقس واطعام الضعيف منها. زي ما انا جايب قدام الزغاليل دي هنوريكم ازاي اطعامها، بس هنخليها لاخر الفيديو علشان ما نطولش على حضرتك. ده رقم 11. 12 اللي هي الاخيرة، اعطاء فلاجيل في اليوم الثامن من عمر الزغلول حتى اليوم العاشر، نص سنتي لمدة 3 ايام، واعطاء الحمام الكبير 3 ايام ايضا في الشهر، 5 سنتي على لتر المية، 3 ايام كل شهر، زائد مضاد سموم. اي مضاد سموم تلاقي حضرتك برضو 3 ايام منه، عمر الحمام ما يجيله اللي هو بيجيله الجص وبيجيله الكنكر وبيجيله اللي هو امتلاء الحوصلة بالهواء او المية. المشكلة دي بتقابل ناس كتير، لو بتاعت الفلاجيل اللي في العمر ده، ده العمر اللي هو 8 ايام. هنجيب الزغلول قدامكم اهو، ده عمر 8 ايام اهو، هو جعان طبعا لان انا لسه حاطط الاكل وهم ما اكلهوش اهو. 8 ايام في السن ده اما يبدأ هتلاقي بادئ الريش يسلل كده او يغمق الريش بتاعه، ده عمر 8 ايام. هنديله نص سنتي لمدة كل يوم، نص سنتي لمدة 3 ايام. انا هنسحب اهو معانا السرنجة، فيلاجيل او امريزول او اي مطهر معوي. اهو نديله نص سنتي في الفم، وندي لاخوه كمان نص سنتي معانا احنا الجوزين دول عشان نعطيهم. زي ما قلنا الحمام الكبير هنعطيه
نات الحمام الكبير 5 سنتي على لتر مية كل شهر. لو عندنا زغلول كبير كده مثلا ما اديتش انت في السن ده اللي كبر زي كده تعطيله سنتي، لو زغلول بقى كبر زي كده هتبقى تعطيله سنتي، ما عادش ينفع معاها النص سنتي. تمام، يبقى كده الفلاجيل رقم 12. طيب الناس اللي عارفه طريقه الزغاطه عايز يكمل معانا يكمل، اللي مش عايز عشان محدش يقول لي انت بتطول. انا بحاول والله اختصر في الفيديو، بس فيه الاسئله هي اللي بتحكمني لازم اجاوب عليها. انا معانا، انا عامل مجهز الخلطه بتاعتنا اهي بتاعت التزغيط، حاطط العلف بتاع الدواجن ده للتسمين. في طريقه تانية انا عملتها، عندنا كذا طريقه. ده انا سايبه يتخمر شويه لغايه ما ازغط الزغلولين الصغيرين اللي انا عملت لهم الميكس بتاعنا، اللي هو حاجتين اتنين بس، مش الحاجات اللي هي الغاليه. في ناس طبعا تقول لك 800 جرام ب 400 جنيه تمنهم، احنا عملنا لكم حاجه بسيطه جدا اللي هو دقيق كيس لبن ب 3 جنيه عليه، هو الكيس ده تقريبا 25 جرام مش فاكر بالظبط، حاجه زي كده. وحطينا عليهم زيهم دقيق او طحين القمح اهو 25 جرام على 25 جرام تقريبا، يعني الكميه متساويه. المهم هنجيب حاجه زي كده هنحط فيها شويه معلقتين، نحط فيها معلقتين وندوبهم بالميه. لو عندك زغلول اللي احنا قلنا عليه حل مشكلة زغلول كبير وزغلول صغير من البداية تلاحق عليه عشان ما تقابلكش نفس المشكلة دي، نضيف عليهم شوية مية نحط لهم شوية مية اهو تمام، ونقلبهم ونشوف الزغلول الصغير ونساعده لحد ما يبقى مع اهاليه، يعني يكون متساوي باخوه، نحاول نساعده عشان يلحق الزغلول الاكبر منه. طيب اهو نسحب زي كده نوريكم اصغر زغلول عندي، نحاول نجيب زغلول اصغر من كده ايه ناكله. معانا الزغلول ده هو في اصغر من كده طبعا عمره يوم، بس احنا ده القريب دلوقتي اهو، هنوريكم الميكس ده دقيق ولبن بس مفيش اكتر من كده اهو، خلاص اتزغط وشبع تمام. نرجعه تاني تحت اهله. معانا لسه الزغليل الكبيرة، هنشوف طريقتها ازاي. معلش الفيديو طول، احنا عملنا الخلطة بتاعتنا اللي هي بالعلف وقلبناها، هنضيف عليها نقطتين من اللي هو جروفيت بلاس اللي حضرتكم كنتوا شفتوه قبل كده، ده بيفرق جدا مع الزغاليل يا جماعة، بيزود حجمهم وبيخلي صحتهم جيدة خاصة في فترة التريش، بيزود الريش اهو. نحط نقطتين مش باين كده، كده باين اهو، نقطتين مش هنكتر اهو، نحط نقطتين بس كفاية كده خلاص. بعد كده نبدأ التزغيط، نعبي بعد ما قلبنا جروفيت بلس، هنبدأ نزغط قدام حضراتكم. ادي الزغلول ومعانا الزغاطة بتاعتنا اللي احنا زغطنا بها قبل كده، كل الحاجات دي اسيبها لكم اهو يا جماعة. خلاص نقلب نرجها كويس ونعطي الزغلول في الطريقة دي، او بتزغطه بالطريقة اللي تريحك. الزغلول الضعيف تعمله كده، الزغلول الضعيف بس يا جماعة احنا بنساعد. او ده الخلطة دي بتاعت التسمين، كنا عملنا خلطات تانية، خلطة تانية اهي معانا بتاعت التربية، دي خلطة طبيعية مفيش فيها علف الدواجن، لكن اللي انا بعمل بها دلوقتي بتاعت علف الفراخ. ومعانا كمان الزغاطة التانية دي اللي في ناس عجبتها وفي ناس ما عجبتهاش، نزغط برضو زغلول بيها قدامكم اهو عشان تشوفوا ازاي اللي يعجبه اي زغاطة من دول يعمل بيها. المهم تتابع زغليلك ان شاء الله تاخد انتاج كويس اهو. شوف ازاي حضرتك سهلة جدا من اسهل ما يكون اهي، اسمها سرنجة قسطرة، بتتباع في الصيدلية بخمسة جنيه او بستة جنيه،
في منها 50 سنتي او 60 سنتي، سرنجة قسطرة ما معهاش سن. طيب ما ارجو اكون ما طولتش على حضراتكم، طبعا هو الفيديو طول لكن والله غصب عني حاولت اجاوب على كل حاجة، لكن هو الطريقة اللي انا عملتها دي لو حضراتكم اتبعتوها مش هتلاحقوا زغاليل ان شاء الله وهتحللكوا كل المشاكل. يعني انا بحاول اسمي الفيديو ده مش عارف اسميه الخلاصة في تربية الحمام. نشكر حضراتكم، ارجو لو كان عجبك الفيديو تعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.